مساء الخير، صباح الخير عليكم يا جماعة. كنا بنبحث الفترة اللي فاتت، وأنا ببحث أو بكتب بشوف أي حاجة على النت، دايما بلاقي فيديوهات اللي هو إزاي تطلع للجولد، إزاي تطلع للبلاد، إزاي تطلع من الأيرون. لقيت إن كل حاجة بيقولك طلوع طلوع طلوع، فجه في بالي فكرة، طب ليه ما نعملش فيديو إزاي تنزل للبرونز؟ يعني فيديو يعلم الناس ازاي يترولوا، ازاي ينزلوا البرونز. انت طبعا لو واحد مالكش في الكلام ده وعاوز تطلع من الايرون، عايز تطلع من البرونز، ممكن تسمع فيديوهات تعليمية، او ممكن تسمع الفيديو ده وتعمل العكس اللي احنا بنقوله. في الفيديو ده انوريك كل الاخطاء وكل الحاجات الغلط، ازاي انت لو انت رانكك حتى دايموند تنزل بيه لغاية البرونز. هنحاول الفيديو ده، مش هيبقى فيه اي حاجات، يعني مش هيبقى فيه كل الخطوات الموجودة فيه، مش هتقفل لأي حد الأكونت، احنا هنخليك تتكلم بطريقة، يعني حتى هنعلمك ازاي تعمل فريم لتيم صح من غير ما يتعمل لك بان. اتقوا ربنا في بلدكم يا وسخين، اتقوا ربنا في بلدكم يا وسخين، اتقوا ربنا في دينكم يا وسخين. ازاي ازاي يعني تبقى نوب، ازاي او حتى لو مش نوب ازاي تموت، حتى تموت موتة شرفية من غير ما يتحسب اللي هو ترول في السيستم. هيبقى في شوية فيديوهات نكون جايبينها نوري الناس طريقة اللعب او الاخطاء اللي الناس بيعملوها، اللي احنا ان شاء الله نحاول نتبعها في بقية الحاجات. اهم حاجة يا جماعة، اللي هي اول نقدر نقول اللي هي تريك رقم واحد، اوعى اوعى تحاول توقف الفارم. طريقة توقيف الفارم دي ان انت حضرتك بتكون مثلا وانت بتلعب بتخلي في 6 فارم يكونوا متبقيين ما يوصلوش تحت التورنت ويكونوا ناحية اللين بتاعتك، معنى ان انت ما بتبصش. احنا لا، احنا عايزينك تفضل بس طول الوقت، لان حضرتك لما بتكون موقف الفارم ناحيتك وعامل له اللي هو ستاند اب كده، هو يكون واقف حضرتك، بتكون مصعب جدا ان الجنجل ضدك يتعمل لك جنجايه، وبتكون مسهل ان الجنجل بتاعك يعمل لك جنجايه. يعني عايزينك تبقى في هذه الوضعيه كده، في الوضعيه اللي هو زي ما انت شايف، زي ما انتوا شايفين، اللي هو انت باصص ناحيه العدو، بحيث انك تكون متسهل للزنجل اللي ضدك اللي هو يجي من هنا، هو يجي من وراك ويقوم جاي قتلك، وفي نفس الوقت تصعب على الزنجل بتاعك الغلبان ان هو يجي يعمل لك جنجاي. الحكايه دي مهمه جدا جدا جدا، وممكن تساعدك كمان مش تنزل بس للبرونز، بل تنزل كمان للايرون. تاني حاجه عاوزين نقولها، دايما دايما حاول وانت خسران تبص على اللي ضدك، بحيث برضو ما تخليش ان الزنجل بتاعك يعرف يجيلك والزنجل اللي ضدك يجيلك. فلما الزنجل اللي ضدك يجيلك ويموتك، ساعتها هتكون متعصب جدا وتعمل فيلم للزنجل بتاعك. دي احد التركات اللي احنا كنا عاوزين نقولها. في تركاية تانية مهمة كمان يا جماعة، دايما لو الزنجل بتاعك معاه دريكس، معاه جاي جايب هيرد، جايب كل حاجة، سكور بوزيتيف، بس ما كانش بيعمل لك جنجات، حتى لو انت فايز لازم تعمله فليم. بس مش هتعمله فليم اللي هو تكتب كذا كذا وتستمه، لا، اعمل فليم تكتب مثلا زنجل زيرو جانج. تبص كل الوقت تكون باسس وخسران اللين، وبعد كده تلاقي الزنجل التانيين يخص عليك وانت تحت ترنت العدو، فتعمل فليم للزنجل. الحاجات دي مهمة، يكون دمك تفاية. تاني حاجة ومن الحاجات الجميلة جدا اللي انت ممكن تعمل بيها فليم من غير ما يتعمل لك بان، اللي انت مثلا ابص على التيم بتاعك، هتبص هتلاقي التيم بتاعك مثلا موجود فيه وورك في التوب. وورك في التوب يا جماعة موجود دلوقتي ضمن الميتا، يعني جامد جدا في التوب. فانت كل اللي انت هتكتبه، هتكتب وورك توب وتعمل علامتين تعجب في السات اول ما الجيم يبدأ. الحكاية دي بتستفز جدا اللاعب اللي بيلعب بالسام اللي انت عملت له فليم، او اللاعب اللي انت عملت له فليم. في نفس الوقت نفس الفكرة، تويستد فيت عادي بيتلعب اي دي سي كتير، ولكن انت لو لقيت ضدك واحد، لقيت معاك واحد بيلعب التويستد فيت اي دي سي، اعمل تكتب تويستد فيت وجنبها علامتين. الحكاية دي مستحيل خالص تتحسب في السيستم انها فيربال ابيوز او اي حاجة، فمش هيتعمل لك، طمن حتى لو عمل لك مليون ريبورت ولا هيتحسب.
برضو كل ما يجي يموت ما تنساش تعمل اس اس او تعلم على اسمه اللي هو مات، عن طريق انت بتضغط على تاب، وبعد ما بتضغط تاب بتقوم جاي ضاغط على اسمه وهو ميت كده، هو بيطلع في الشات ان انت فاضل له قد ايه عشان يعيش. الحكايه دي بتستفزهم جدا 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 يا جماعه، ما تتصوروش الحكايه دي نزلت ناس للبرونز قد ايه. ممكن كمان نعمل حركه كمان اللي هو لما يموت كمان نكتب يعني تضحك بعد ما بنتعمل اسمه او اي حاجه، يعني تحسسه ان انت بتتفرج عليه وقد ايه هو هفق. الحكايه دي يا جماعه جامده 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 جدا. حاجه كمان تساعدك انك تنزل، لو انت بتلعب في اللين سبارت بوت توب ميد، اهم حاجه ما تنساش خالص ان لما يجي دريك حاول ترجع البيز، يعني بالذات في الاول خالص، يعني انت فاهمني وقت تقدر تجيب فيه دريك ارجع البيز، اعمل نفسك راجع تشتري حتى لو معكش فلوس ارجع، بس بحيث انك بتبقى تخلي صعب جدا الزنجر بتاعك ياخد الدريك، ولو الزنجر دخل ممكن التيمات التانيين يخشوا عليه. يعني انت لو بتلعب في ميدلين افتح يا عم الميدلين، لو انت بتلعب في اختفي من ميدلين حتى اللي ضدك هيفتكر انت بتاخد الدريك، فيقوم جاي راح عند دريك يقوم جاي موت الزنجر بتاعك. نفس الكلام في البوت ارجع. كمان حاجه حاول على قد ما تقدر تكون حاول على قد ما تقدر لو انت بتلعب مثلا مع الزنجر، الزنجر جه عمل لك جنجايه وانت كده كده مش قادر على الناس اللي ضدك ولا بتعمل عليهم دمس ولا اي حاجه، ولو الزنجر خد الكلايه ما تنساش تعمل علامه اس اس، تعمل تكتب هو هواي انت خدت الكلايه دي يا عم الحاج الحاجات دي، او تكتب كيل ستيل ممكن تكتبها على طول كي اس بس. يعني بص يا جماعه الحاجات الصغيرة دي بتفرق جامد جدا انك تروح للبرونز، بالذات ان الناس كتير بيحبوا الالو ده. حاجة كمان مهمة يا جماعة ان انت حاول اول ما تلاقي اول ما تفوز تيم يفوز باي فايت، اي تيم فايت تفوز بيها خلاص كل الدتاك ماتوا، لقيت دمك ناقص حاول ترجع، اوعى تبص وتحاول تدمر الترنس والحاجات دي، لانك لو عملت كده هتخلص الجيم وهتكسب. انت نعود هدفك اللي انت مست وين الجيم، انت هدفك اللي انت تنزل البرونز. الحكايه دي كمان بتخلي الناس اللي معاك يبقوا تلتت جدا، يعني انت مثلا التيم وانتوا خلاص خلصتوا وفاضل تلاتة عايشين ارجع، قدامك بارون روحوا للبارون، لا ارجع برضو حتى لو انت فول اتش بي اعمل نفسك انت رايح تشتري. حاول يعني بتخلي كل تركيزك على الفارم، يعني مثلا الزنجر بتاعك راح ياخد الدريك او راح ياخد البارون او الهيرد، بص يا معلم انت ساعتها تروح تاخد لو في ريد او بلو تروح تاخدها او الفارم بتاعه تروح تاخده. الحكايه دي هتخلي التيم بتاعك تلتت جدا جدا جدا، الزنجر بتاعك تلتت جدا. حاول حتى لو عندك فارم بعد ما تاخد الفارم وتبص تروح بسرعه تاخد الفارم بتاع الزنجل، بحيث انك تقلل الاكسبيرينس بتاعته وتقلل كمان الجولد اللي عنده. الحكايه دي بتخليه تلتت جدا جدا جدا، ولو هو يعني لو انت في السيرفر وكده ممكن الزنجل ما يحسش بالحكايه دي الا لما يلاقي ليفله قليل او بيموت، بعديها بقى تلاقيه بقى بدأ بيبقى تلتت وسنة يسأل نفسه هو انا ليه ليفلي قليل، يبص يلاقي له ماوس فارم يبص على الزنجل تلاقي بتاعته خلصانه يلاقيك عمال بتاخد فيها. الحاجات دي جامده جدا جدا. من اهم كمان الحاجات اللي انت لازم تعملها اللي انت لو الزنج بتاعك كان كسبان السكوب بتاعته معاك اللات ومعاك كل حاجه وكان بيعمل جنجات بس انت خسرت اللين بتاعك، لازم تكتب زنجر ديف. زنجر ديف دي حاجه مهمه جدا لازم تكتبها، هتعمل الحكايه ده الاسلوب ده التكنيك الجامد ده ليه اكتر من نتيجه. اهم حاجه اللي هو بيضايق الزنج بتاعك كلاعب وكمان بيعمل له تلتنج، وفي نفس الوقت بيشجع الزنجل اللي ضدك، بس ساعات بيجيب اسلوب سلبي شويه ان لو الزنجل ضدك كان وحش والتيم بتوعه بيعملوا له فليم هيحسوا ان دي اهانه، ان انت لما تقول عليه اللي هو زنج ديفر والزنجل بتاعهم احسن، فاللي ضدك ساعات بيحصل لهم تلتنج. فعشان كده بحب انك تكتبها، حاول تكتبها في التيم بس، مع انها لما بتبقى في الاول بتضايق الزنجل بتاعك اكتر. نكمل الحكايه. بصوا هنا اهوت، زي ما انتوا شايفين زاكس هنا بيحاول ياخد الدريك، التيم بتاعه للاسف زي ما انتوا شايفين ساخلين موجودين في الاماكن بتاعتهم
وسابهم دافعين عن المكان. الحاجة الوحيدة ان الديك ده يتسرق ان الجنجل بتاعهم يروح. فعشان كده في مثل هذه الحلول لازم لو انت في ميد لينر او بوت لينر حاول ترجع خالص بحيث تبين للي ضدك ان هو في حاجة غلط. ايه ده احتمال يكونوا بياخدوا دريك، فاللي ضدك يروح يموت الزنجل وياخد الدريك. الحكاية دي يا جماعة صدقوني بتعمل تيلتنج رهيب تغيير الاصابع بتاعتها على طول. نفكنا من الفيديوهات اللي ملهاش علاقة بالكلام اللي بتتعرض هنا دي، و بص على ايه، تعالوا نبص على حاجة كده في النص، حاجة كده يكون اوبجكتيف. تعالوا نشوف ليه هنا اهوت مثلا الدريك ده اتاخد من من الريد تيم. زي ما انتوا شايفين الاتنين دولت عمالين بياخدوا دريك، و داكس دخل قتل الاول، ضرب هنا سمايت عشان يرجع له شوية دم، وادي تاني دخل موته، وكان جامد اصلا. ايه ده سايلاس، يعني حلو الفلاس اللي بعد الضربة دي يا جماعة. بصوا الحاجات دي بتسجع، الحاجات دي بتسجع. خدوا الفريق الريد يعني قدوة حسنة ليكم، هيساعدكم بطريقة كبيرة. تعالوا نراجع الحاجات تاني مرة واحدة واحدة ونشوف الأخطاء اللي حصلت هنا عشان نعملها بالظبط. هنا دريك كان طلع، التيم التاني دمر الورداية بتاعة الريد تيم، التيم البلو بدأ في الفارم، زاكس بيطلب مساعدة هنا اهوت. تعالوا نوقف هنا، تعالوا نوقف هنا نبص على مكان اللعيبة. هنا زن في البيز، طب قبليها قبليها زن كان فين؟ زن زاكس بيطلب مساعدة والتانيين بدأوا في الدريك. زن هنا فول اتش بي بس بيرجع للبيس. خدوه قدوة حسنة، هو ده اللي أنا بقوله. لو أنت الدريك بيتاخد، الزنجل محتاج مساعدة، بيضرب هنا هو اتأسست، عايزك تساعده عند الدريك، ارجع بس. الحكاية دي شايفين هنا سيب فول اتش بي معهوش سكيلات، ما هو التيم التاني هنا هو بس أكيد هتلاقيه معاه شوية جولد، يرجع يشتري او يرجع زنجل يقول له انا بشتري حتى لو معاه 50 جولد، يعمل الحركه دي. الحركه دي بتعمل تلتنج جامد على فكره، الحركه دي ممكن تكون هو السبب الكبير اللي خسر التيم وعمل تلتنج للزنجل. نبص نشوف الزنجل هنا الغلبان لوحده، هنا الطب رايح يساعده. الميد بتاعهم كان ميت، فاضل له 12 ثانيه ومعاه تريبورت زي ما انتم شايفين، عمال بيعمل علامات ساعدني ساعدني. داخل اهوت، دخل خد الهيت. هنا زن رجع، زن حتى لو انتم ملاحظين الماسية بتاعته هو ماسي كده، هو مش ماسي كده اهوت. لو هو كان رايح لدريك كان هيمسك كده، ولكن هو ماسي كده. بس دي كويسة جدا وانا عايزكم تعملوها. بدأت اهوت، يا عيني البت ضربت ايه غلط حلو، بس على الاقل فعلت الحاجات. زكس ضرب الستان بتاعته وضرب الدنيا تمام، وهنا اهوت وورك جاي بأقصى سرعة وضرب الدبليو بتاعته. زاكس عرف يموتها وعايز فاضله تفه. زاكس هنا ضرب السمايت عشان ياخد شويه اتش بي، وفي المين هنا اهوت خلاص سايلاس طلع ومعاه تريبورت. هل هيستخدم التريبورت دلوقتي ويقلب الدنيا؟ نبص نشوف، بل استنى لغايه ما زاكس مات. التريبورت ده، التريبورت كمان دخل لبالكم المضروب هنا من كينن، يعني الواد اللي ضدهم هو اللي ضرب التريبورت ولسه سايلاس مضربش التريبورت. الدريك خلاص كده بيتاخد او اتاخد، ضرب التريبورت دلوقتي، والدريك اصلا كان فاضل له كام اتش بي؟ 1000 اتش بي، والتاني معاه سمايت. فمعنى كده اللي هو عملها هيديهم دلوقتي فري كيل زي ما انتم شايفين. ايه ده هرب حلو. هنا زن صحى عشان ياخد الكيل ليا، يعني الحركات دي يا جماعة بتفرق جامد جدا، القدوة الحسنة. تعالوا نشوف الفايتاية التانية دي برضو، نشوف شكل فيه هنا يعني حركات كتير، ونشوف ايه المشكلة اللي هنا. اتمنى ان التريكس دي تعرفوها وتعرفوا تطبقوها، لو طبقتوها هتفرق معاكم جامد جدا يا جماعة. ان شاء الله نحاول نعمل فيديو تاني يعلمكم فيه ازاي تعمل تلتنج مخصوص للتلتنج للتيم بتاعك، والفيديو التاني ازاي تخسر لينك بأسرع وقت، وازاي تكسب ضدك في اقل من 15 دقيقة. الحاجات دي كلها هتخليك تعرف تنزل البرونز بأسرع وقت، ولو احترفتها ممكن تنزل للايرون.
يلا اصبحوا على خير او كملوا يومكم على حسب تسمعوا فيديو امتى، ونلقاكم ان شاء الله في فيديو جديد.